هي مين المرأة القوية؟ هل المرأة القوية هي اللي بتطبق نظرية قوة المرأة في ضعفها، ولا هي وبتوصل لنتيجة برضو اللي هي عايزاها لأنها بالضعف أو دي القوة الناعمة، ولا القوية هي المستقلة اللي بتملك رفاهية القرار وتقدر في أي لحظة تاخد القرار اللي هي تشوفه من غير حياتها ما تتأثر أو تتدمر، ولا القوية هي الست الشديدة اللي بتقدر تفرض سيطرتها على الراجل وما يقدرش يكسر لها كلمة، فتكون كده نموذج زي الفنانة سعاد أحمد أم البنات في فيلم ابن حميدو، أول ما تقول لجوزها عبد الفتاح الأسري حنفي فيرجع عن كلامه على طول ويقول خلاص هتنزل المرة دي، ولا القوية هي المضحية اللي بتسخر كل حياتها وعن قناعة كاملة لخدمة ولادها وبتستحمل وبتعمل المستحيل وبترفض الطلاق عشان بيتها ما يتهدمش. في صور كتيرة قوي للمرأة اللي ممكن نشوفها قوية، لكن هل في نموذج ممكن الستات تتفق عليه وتعتمده للتعبير عن قوة المرأة، ولا مفيش نموذج ممكن نعممه؟ احنا معانا مجموعة من الجميلات منورينا النهاردة، وانا سعيدة جدا جدا هقعد اسمعهم وانا هبقى متفرجة كده، لانه كل حد فيهم يعني حاجة فاخرة كده ورائعة. معانا الاستاذة ميمي جمال، اهلا بيكي. ميمي جلال، بس انا بمسي على ميمي جمال، بحبها قوي. الحمد لله ما قلتيش ميمي شكيب. لا لا، انت الجمال كله. وزميلتنا والإعلامية الجميلة حنان كمال، اهلا بيكي. الحمد لله على السلامة. من المطار اللي عندنا على طول، يعني غلاوة كبيرة لينا عند حنان زي ما هي غالية علينا. ومعانا منورينا قمرتين، اختين قمرات، وانا معجبه قوي بالالوان، كلنا تقريبا عاملين نفس الالوان من غير ما نتفق. معانا شاهناز، ازيك يا شاهناز؟ ومعانا انجي، شاهناز يوسف وانجي يوسف، اهلا بك. بدايه كده استاذه ميمي، يعني ايه امراه قويه؟ يعني امراه مستثناه. يعني ايه مستثناه؟ يعني اللي هي تقدر تعمله مش اي حاجه، مش سهل. اولا كل النساء اقوياء، هي المرأة قوية بطبعها، لأن المرأة بتتحمل، حتى هو الله سبحانه وتعالى جعل تحت قدميها الجنة، مش من فراغ، لأنها تستاهل. لكن هي في امرأة مستثناة، امرأة بتقدر تعمل حاجة مش أي ست تقدر تعملها، يعني بتقدر إزاي تعدل الكفة بتاعت ميزان حياتها. الطرق اللي بتعدل بيها الكفة، في كذا طريقة. في يا إما تبقى ضعيفة، يا إما تبقى بالعامية كده قادرة شريرة، يعني وصوتها عالي، ودايما المثل يقولك الغجرية ست جيرانها، ولا لا مضحية، يعني لا. إيه الحكيمة؟ الحكيمة اللي فيها إيه النظرة الثقيلة؟ الحكيمة اللي هي بتحط هدف بتوصل له، لان هي عارفه ايه هو ما وراء الهدف، هي هتوصل لايه، هي عايزه ايه. هل هي عايزه انها تعدي بازمتها، او تعدي بظروفها، او تعدي بمشاكلها لبر الامان؟ ولا يعني انا في نظري المراه القويه هي اقوى مراه، هي اللي بيكون عندها حالات مستثناه. يعني الست اللي بيبقى عندها حالات في اولادها، اعاقه، عاقة ذهنية، وتوصل بيهم لان هم يكونوا ابطال، ابطال في التنس. يعني كده هي اللي بتتحدى ظروفها وعندها ظروفها هدف، وعندها هدف وتوصل له بالطريقة اللي هي حاسة ان يعني ما فيش حاجة من غير خسائر، لازم هيبقى في خسائر. لكن انا يعني هي بتبقى طول الليل بتبكي، والصبح بترسم ابتسامة، محدش شايف، بترسم ابتسامة على وشها عشان تكمل نهاية الهدف اللي هي عايزاه. هل هي، ما هو أنا مش معقول هيكون عندي يا سهير بنات، ويكون عندي أولاد، ويكون عندي ليهم اسمهم وليهم وضعهم وليهم أي حاجة، واجي أنا علشان أنا عندي جالي، عندي نقطة ضعف في حياتي، أهد الحياة دي كلها عشان خاطر أرضي جوايا حاجة
واني اقدر، لكن ما معملش. طيب، هي الست اللي تقدر وما تعملش. هنا منظور تاني يا حنان، فكره ان الامومه تغلب، مش مهم انا مشكلاتي وعواطفي وكرامتي و و و انت بتشوفي ان دي قوه ولا دي استكانه ولا ده ايه؟ لا، هي صبره علشان ما تهدش الشكل العائلي، يعني هي بتصبر. لا، دي المراه الصبوره اللي ربنا بيديها وبيحليها بشيء من الصبر، ان هي بتصبر لحد ما تعدي بولادها لبر الامان. انما يعني انا عجبني قوي الانترو بتاعك الاول، وانا بقول دايما لما سالوني قلت لهم القويه ولا الاويه. ايوه، القويه في تفرق القويه كتير. وفي الاويه. الاويه اللي هي القادره، الاويه دي صوت عالي، البلطجة. لا، القوية دي بيبقى لها سلوكيات أنا ما أحبش إن هي أصلا أشوفها في عالم النساء، ولكن في قوايا كتير. القوايا اللي هم مين بقى؟ القوية اللي تتسلط عليك أنت وصحابك وتشوه سمعة الآخر، القوية اللي تستحلى رجل معين في وسط أصحابكم مثلا وتروح متسلط عليه، القوية اللي بتستسيغ سيرة البشر، دي القوية. يعني دي القوية دي شريرة غير القوية. لا، القوية، إنما القوية هي المرأة الأم اللي بتشيل 9 شهور في بطنها، المرأة اللي بتنزل شغلها، المرأة. شوفي، أنا علشان أكون صريحة مع احترامي لسيدات سهير جودة النهاردة، المرأة القوية أراها في الطبقة الكادحة المصرية، المرأة القوية اللي ما عندهاش دخل وزوجها بيكون قاعد مبلطك في البيت، وبتنزل بشرفها وبكرامتها وحافظة نفسها، وبتنزل تبحث عن شغل من الصبح لحد علشان تأمن لأولادها سبل حياة شريفة. مش المرأة اللي بتطلع باباها ومامتها علموها واهتموا بيها وعندها مدخول مادي كويس. المرأة هنا دي بقى المرأة القوية اللي تفضلت بيها الأستاذة ميمي وقالت الحكيمة.